بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر درسنا وللسامعين يا رب. قال كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام لأبي زكريا بن يحيى بن شرف الدين النووي الدمشقي. باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. الباء الموحدة التحتانية والدال المهملة والعين المهملة معنى لغوي صحيح كما قال أحمد بن فارس يدل على الشيء المحدث. قال الله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنا ماني محدث من الرسل، سبقني رسل كثر وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا المعنى في اللغة. المعنى في الشرع ما أحدث على غير نظام سابق. والله يرضى عليكم، احفظوا هذه الضوابط لأنها تريحكم كثيرا فيما يأتيكم في الواتس وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعية. هذه لما نحفظ الضوابط هذه حنرتاح. إذن البدعة معناها الشرعي ما أحدث على غير نظام سابق. طيب نسوق على ذلك مثال المولد النبوي، هذا التعريف عندنا هو ما أحدث على غير نظام سابق. يعني إيش أحدث على غير نظام سابق؟ يعني أحدثه الناس وليس له رافد من كتاب ولا من سنة. وضحت يا حبايبي؟ طيب المولد النبوي الآن طبقونا هذا التعريف على المولد النبوي، بدعة ولا سنة؟ بدعة. ليش؟ أيوة، ما لا قال به النبي ليس من قولي ولا فعلي ولا تقريره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب جزاكم الله خير. الآن نأتي إلى مسألة أخرى وهي صلاة التراويح، بدعة ولا سنة؟ ليش؟ أي يا سلام، كما في الصحيحين أن النبي صلى يوم واثنين وثلاثة ولم يخرج إليهم بعد ذلك، قال خشيت أن تفرض عليكم. إذن عرفنا الله يرضى عليكم ما أحدث على غير نظام سابق. أي إنسان جاء قال لك كريسمس، عيد الأم، عيد الشجرة، عيد الحب، مش عارف إيش، أي شيء، بدعة ولا سنة؟ هذا هو التعريف وهذا هو الضابط، ما أحدث على غير نظام إيش؟ أيوة. ولذلك الحسن البصري رحمه الله يقول إن قوما ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية، آية 31 سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طيب ممتاز. أيوة. قال باب النهي عن، قال الله تعالى، لا ترجم الباب، النهي عن البدع ومحدثات الأمور. ممتاز. النهي هو المنع والحظر، والأصل في النهي التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، حتى يدل الدليل على إيش؟ على الكراهة. كما أن الأصل في الأمر الوجوب حتى يدل الدليل على الاستحباب. يعني لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم، إحنا قلنا الأمر يفيد إيش؟ الوجوب. طب كيف قلت أن السواك هنا مستحب وليس بواجب؟ لوجود صارف وهو لولا، حرف امتناع لوجود صارف لفظي كما عند الأصوليين من أهل أصول الفقه. نعم. إذن هنا باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور أو ومحدثاتها، كل ما أحدث على غير نظام سابق. نعم. جزاك الله خير. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا من فوائده أن البدع ضلال. شوف الكلام الجميل، القرآن ده يعني بديع سبحان الله، من لدن حكيم حميد. ولذلك عند النسائي كان النبي يخطب على المنبر كل جمعة ويقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن فوائد هذه الآية أن التقسيم الذي يقول إن البدعة لها أحكام التكليفية الخمسة، فهناك بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة وبدعة مباحة، نقول هذا تقسيم باطل لا أصل له.
النبي يقول كل بدعة إيش؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من يقول أنها بدعة كفرية وبدعة إيش؟ هي قسم البدعة بدعة كفرية وبدعة ما تضر في دين من شيء يعني يهددها. لا، هم التقسيم الذي يقولوا فيه أهل العلم، يقولون البدعة نوعان: بدعة أصلية وبدعة إضافية. البدعة الأصلية التي لم تحدث على نظام سابق البتة، هذه تسمى بدعة إيش؟ بدعة أصلية، مثل المولد. طيب، البدعة الإضافية هي الزيادة في الأذكار، يعني عندنا ذكر موجود صح ولا لا، يقوم هو يزود إيش؟ يزود عليها، إما في العدد، مثل يقول لك ربي لا تذرني فردا وانتخر الوارثين، يقولوها 40 مرة، اللي ما عندوش ورع يجي له ورع، وأنا جربتها 21 واحد وصفتها له وجربتها له. نقول الدعاء، حد يتكلم في الدعاء؟ لا، الدعاء موجود، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن دي بدعة إضافية. ليه؟ لأنك أنت قد أقمت لها عددا وهيئة وصفة من غير مثال سابق ولا ضابط شرعي تقوم عليه. يعني ايش يقنن ويشرع؟ اي خلاص، ما ولذلك الشيخ ابن عثيمين لما شرحنا في الأربعين النووية في كتاب في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فتكلم على البدع، قال: أن يكون يخترع عددا، يقول لك قولها 7 مرات، قولها 10 مرات، قولها 40 مرة، أو زمانا، قول هذه يوم الربوع، قولها يوم الجمعة، قول الذكر ده يوم الخميس، أو مكانا، قولوا في مكة، قولوا عند الحجر. تتذكرون المقطع اللي قاعد يمر الأيام هذه؟ ها؟ يقول له إذا جيت عند الحجر فقول: اللهم يا من جعل البيت قياما للناس، أقمني مما أنا فيه. وهذا ما تقول إلا فين؟ عند في مكة. نقول هنا بدعة مكانية، أو البدعة تكون زمانية، أو بدعة في العدد، أو بدعة في الهيئة. قول الكلام ده وانت ساجد، تقول لا وانت راكع، قول وانت على جبل الصفا، قول لا وانت على جبل إيش المرء. كل هذه ضوابط للبدع أيها الكرام الفضلاء. ثم بعد ذلك تأتي البدع، يقول هذه بدعة مكفرة وهذه بدعة مؤثمة، يعني دي بدعة كفرية لما يكون الأمر يتعلق بالأسماء والصفات والأشياء هذه، أو ما يفعله الإنسان فيخرجه من إيش؟ من الملة. والبدعة الأخرى اللي بتكون في باب العبادات والمعاملات إلى غير ذلك، تكون هذه هي فعلها حرام، لكن فعلها لا يخرج من إيش؟ من الملة. هذا المقصود. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. شوف الكلام، شوف الاستدلالات الجميلة بتاعت الإمام النووي رحمه الله. شيء نكرة في سياق جملة الشرط تفيد العموم، يعني هذا الكتاب ما فرط فيه الله عز وجل من شيء أبدا. ليه؟ لأن الذي يبتدع شيئا يتهم الله بالتفريط أو رسوله بعدم البلاغ صلى الله عليه وسلم، وكلها ظلمات بعضها فوق بعض. يعني أنت لما تبعد تقول لي أشي المولد النبوي، طيب الآن نقول لك: أخي الحبيب، أتؤمن أن النبي بلغ الرسالة جميعا؟ يقول: نعم أؤمن بلغ الرسالة جميعا. نقول: طيب، أنت بهذا العمل تتقرب إلى الله؟ يقول: نعم أتقرب به إلى الله. نقول: طيب، إذا معناها إما أنت على هدي خير من هدي أبي القاسم عليه الصلاة والسلام، أو أنك تتهمه بأنه قد فرط ولم يبلغ كل شيء. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك أبو موسى الأشعري لما دخل مسجد الكوفة فوجدهم يجتمعون حلقا حلقا ويحملون معهم إيش؟ حصيات: سبحوا 10، كبروا 10، احمدوا 10. رأى ذلك فأنكره، لأن هو باقي على الطريقة القويمة والجادة القويمة المطروقة. فرح لابن مسعود وطرق الباب، طلع له المسعود: ايش في يا أبو موسى؟ قال: رأيت شيئا وإن شاء الله ما رأيت إلا خير، رأيت كذا وكذا. قال: فماذا فعلت يا ابن مسعود؟ قال: إن أنت يا أبا موسى، قال: أنتظر رأيك. شوف أدب الصحابة كيف، سبحان الله، يعني أنتظر رأيك، يعني أنت الحبر في المنطقة دي، سبحان الله. وقال أهل العلم: ومن الأدب إذا كان في المجلس عالمان تكلم الأعلم.
ما خلاص انت هو الشيء هو يتكلم حتى وانت كنت على علم لكن هو اعلم من يوكل الايه الكلام. قال عليه الصلاه والسلام عند البخاري كبر كبر كبر. ولذلك عندنا غلط كبير لما نتزاحم على الباب يقول لك اليمين. لا، قال الشيخ بن عثيمين الشيخ بن باز مش اليمين الكبير وليس اليمين لقوله كبر كبر. اذا كنا في مجلس يدار بالشراب اول ما يعطى مثلا القهوه ولا كذا يعطى الكبير ثم يدار عن يمينه، والدليل حديث ابن عباس جاء بالقدح الى النبي عليه الصلاه والسلام وكان على يمينه ابن عباس وعلى شماله الاشياخ بكر وعمر، فاستاذن هنا ابن عباس ورع صغير شوف النبي كيف عليه الصلاه والسلام. قال بعد اذنك ند للكبار، قال والله ما كنت لاوثر احد عن نفسي منك يا رسول الله، فدفعها اليه خلاص الدهانة على طول. شوف الأدب، هذه كل أشياء ينبغي يعني طلبة العلم والفضلاء من الناس أنهم يحرصوا على تعليم الناس السنة. يقول الشيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد المدرس بالجامعة الإسلامية ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول كنت مع الشيخ الألباني لما كان الشيخ الألباني يدرس بالجامعة الإسلامية قبل أكثر من نصف قرن، كان ذاك الوقت لسه صغير الشيخ العباد يعني الشيخ عبد الرزاق. قال ومررنا في الطريق ففرقت بيننا شجرة، قال فلما التقينا بعدها ألقى السلام علي مرة أخرى. قلت له ليش يا شيخ ما احنا مع بعض ما افترقنا يعني صحيح تكون ماشي انت وخويك ولا انت وكذا ولا انت وكذا وجاء عمود وفرقكم كذا ورجعت بعد ما صار شيء. فذكر له حديث النبي قال إذا ماشي فرقت بينهما شجرة فالتقيا فليسلما. قال فتعلمتها منه عليه الصلاة والسلام. خلاص حفظت هنا. وهذه الفائدة لما تكون مع طلبة العلم، ما ينبغي أنك تجد من أخيك قلة سنة تقوم أنت إيش أنت تسكت، لا علمه أنا أخوك زاك الله خير. ما ينبغي تعلمه، تكون فرصة جميلة. ما عاد نساه الشيخ عبد الرزاق يقول ما عاد نسيته بعد كده خلاص. مثل ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم انتهى من الصلاة قال من الذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى؟ قال أنا. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، وفي رواية ابتدرها بضع وسبعون ملك بضع وثلاثون ملكا أيهم يكتب أولا. قال فما تركتها مذ سمعتها. وفي رواية أنها دعاء الاستفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال فما تركتها بعد ذلك أبدا. هذه الإنسان طالب العلم إذا عرف السنة يشد يده بها ولا يتركها أبدا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فإن الذين يبتدعون إما أنهم يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما بلغ أو أن الله عز وجل ما بين لعباده، وكلاهما والعياذ بالله ضلال مبين. نعم. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا اشتجر الناس في عبادة من العبادات أو في أمر من الأمور المولد الكريسماس كذا كذا يردون فين؟ بس هذا هو المعين الذي لا ينضب، لأنه ما من مسألة يختلف فيها الأولون والآخرون إلا وفي القرآن منها دليل. قال أبو ذر وما من طائر يطير في السماء إلا عندنا منه خبرا. وقال سلمان لما اليهودي يطقطق على سلمان قال النبي علمك كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم واخسأ علمنا كل شيء حتى القراءة. الحمد لله احنا نعرف الحال ندخل وش نقول. أخويا زمان كانوا في اليمن لما قامت ديك الحرب بين الشمال والجنوب في التسعينات الفرنجية قبل كم 30 سنة أو كذا أيوة 30 قبل 30 سنة أيام علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض أظن. فهو كان مولود في منطقة اسمها خور مكسر. خور مكسر هذه في عدن، كان عندهم شغل هنا نزلوا من هنا رحنا هناك عندهم عمل. فنزلت الطائرات الفرنسية وأجلتهم إلى جيبوتي إلى القاعدة الفرنسية في جيبوتي. قال فلما نزلنا إذا المراحيض مفتوحة على بعض، وهدول العساكر هناك الفرنسيين حريم على رجال عراة كله يطالع في كله. فقلنا لهم نحن مسلمون وهذا ما يصلح معانا كذا. قال حطوا لنا تيزارات
سوونا تزارات كذا تفصل عن المراحيض عن بعضها وغطوها لنا من ايش؟ من شوف شوف عظمه هذا، عظمه هذا الدين. واذكر امراه بريطانيه قبل 40 سنه اسلمت لما سالت عن اداب الخلاء، اداب الخلاء اسلمت بس لما سالت عن اداب الخلاء. وامراه اخرى اسلمت فقالت انا مسلمه الان والكريسماس جاي عند اهلي، وانا قال لما يجي وقت الكريسماس اشيل فيشه التلفون عشان اذا اتصلوا لا اسمع شيئا. شوف سبحان الله، واذا خالطت الهدايه قلبا نشطت للعباده الاعضاء. نعم. قال تعالى نعم وانها يثبت ان تغطيه الراس في دخول الخلاء. لا لا لا، لم يثبت في تغطيه الراس شيء لا في دخول الخلاء ولا في الصلاه. والحذاء والحذاء حتى لو دخل حافي ما في مشكله، ليس خلاف السنه. لا لا، حتى لو دخل حافي نعم، ما لم يخشى قذرا ونجاسه. نعم. وقال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صحيح. وان هذا صراطي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق فتفرق بكم بكم عن سبيل. السبل البدع الكثيره، كل طريقه لها بدعه وكل مجموعه لها بدعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود وغيره خط خطا مستقيما وعن يمينه وشماله خطوطا معوجة، قال هذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان، وهذا صراط الله المستقيم. اقصد البحر وخل القنوات، قال لك بهذا الصراط المستقيم. نعم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه عجيبة، آية 31 سورة آل عمران، آية المحنة، هذه تكتبها كده وتخليها عندك في الحالة، في الواتس، تخليها عندك في تويتر، تخليها عندك في أي وسيلة من وسائل التواصل أمامك مباشر باستمرار بين عينيك. هذه آية المحنة، إن قوما ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية، تزعم حبه وتعصيه، لعمري إن ذاك في القياس شنيع، إن كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. نعم. قل إن كنتم تحبون يا أخي، ده قيس بن ملوح، قيس بن ملوح رأى كلب ليلى يوما فتبعه ليدله على مكان ليلى، فمر بقوم يصلون فما انتبه إليهم وراح جري ورا الكلب لين دلوا على مكان ليلى. هو جاي بعد ما غلق الرندفو كده والموعد مع ليلى، جي راجع فالناس خلصوا ولا كده، قالوا يا أخي الله يهديك يا قيس، يعني لهالدرجة تمر علينا احنا بنصلي ولا تصلي معانا؟ قال والله لقد أخذت ليلى لبي، ولو كانت الصلاة أخذت لبكم وأحببتم ربكم ما انتبهتم إلي، ما انتبهتم إلي. صدق هو كذوب، وهذا اللي حاصل. تلقى في الصلاة جالس طالع في الساعة ويمسك الغترة كده وكذا، ويعني سبحان الله إذا غلق الإمام ماذا قرأ؟ ولا داري عن شيء، ولا داري عن شيء. سبحان الله، زادت حركاته في الصلاة حتى أخرجته من إيش؟ من الصلاة، وهو ما هو داري إلا ما رحم الله عز وجل. يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطي واعظ المدينة وفقيهها، يقول والدي كان إذا أمسك الكتاب ارتحل عن الدنيا، ويوما دخلت عليه أمي حطت له القهوة، القهوة التركي مو القهوة هذه، قالوا طلعت من عنده ورجعت لقت القهوة كما هي، فولعت السبرتاية، تعرفون السبرتاية هذا اللي هي الموقد الصغير هذا اللي هذا الذي يقض بالفتيل يكون موجود في السبرت من أسفل وكذا، ولعتها كذا ووضعت عليها القهوة وخرجت، فارت القهوة وملت سريحة وملت البيت بالدخان. وذاك الأيام البيوت كانت إيش؟ كانت صغيرة، حتى الدخان ملى البيت ريحة الحريقة، فدخلت عليه هو ولا هنا جالس مع الكتاب، أتاري القهوة فارت وكبت إلى غير ذلك، وهذا قاعد يصلي كده عينه زي الرادار. سبحان الله يا أخي، انظر موطن سجودك يا أخي، عينه مثل الرادار، أقسم بالله العظيم ما ساب حد طلع ولا دخل بتاعه بعد، كأنه سبحان الله الصلاة يعني يصلي قالبا لا قلبا. حسبي الله ونعم الوكيل.
قال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا رب تفهم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. ولذلك يا إخواني، الإيمان والاتباع من أنواع التوسل الثمانية للواحد الديان. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الإيمان والاتباع من أسباب التوسل الثمانية، سبحان الله. فبإيمانك واتباعك التوسل ثمانية أنواع على التفصيل، وثلاثة على الإجمال. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: التوسل بالأسماء والصفات والأفعال والإيمان والاتباع وذكر الحال ودعاء المسلم لأخيه بالظاهر الغيب، والتوسل بالأعمال إيش؟ بالتوسل بالأعمال الصالحة. هذه من هذه أنواع التوسل الثمانية: التوسل بالأسماء والصفات والأعمال والإيمان والاتباع وذكر الحال ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب والأعمال الصالحة. نعم. وأما الأحاديث فكثيرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.